أعزائي طلاب الثانوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرة أخرى أهلا وسهلا بكم في برنامج ثانوية أونلاين مكملين معكم بإذن الله تعالى في مراجعات للغة الإنجليزية في الثانوية العامة في الحلقه الماضيه غطينا او راجعنا مع بعض التراكيب اللغويه الخاصه بالوحده الاولى اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه راح نغطي مع بعض التراكيب اللغويه الوارده في الوحده الثانيه والوحده الثالثه ان شاء الله راح نبدا مع بعض باذن الله تعالى بالوحده آه الثانيه آه الوحده الثانيه آه التراكيب اللغويه المتعلقه بها في شيء آه اسمه عندنا باللغه الانجليزيه فيرب plus to infinitive or verb ing خليني بس اوضح هاي شوي لاحباتنا احبائنا الطلاب في اللغة الانجليزية في عنا تركيب فعل plus فعل يعني في عندي انا فعل وكمان بيتبعه كمان فعل لكن الفعل الثاني هذا بيختلف في احيانا بكون تو infinitive وفي احيانا بكون الاي ان جي فورم طيب كيف اختار تو انفينيتيف او كيف اختار اي ان هذا بصراحه بيعتمد على انا ممارستي للغه او حفظي للافعال اللي بتاخذ تو انفينيتيف او بتاخذ اي ان جي احنا راح نتناول مع بعض ان شاء الله في هذه الوحده اللي هي الوحده الثانيه اولا الافعال التي يتبعها دائما تو انفينيتيف فخلينا نشوف مع بعض هاي هاي الافعال يعني أنا عندي المجموعة الأولى من هاي الأفعال يا ريت نركز مع بعض هي مجموعة الأفعال اللي دائما بيجي بعدها تو infinitive أنا للتسهيل للحفظ لأنه هذه لابد للطالب إلا أن يحفظها يعني حتى يجيب على يستخدمها صح أو يجيب على سؤال بشكل صحيح يجب أن يحفظها فوضعتها في مجموعات حتى يسهل نسهل على الطالب حفظها فعندنا في المجموعة الأولى يعني في عنا ask agree advise في المجموعه الثانيه في عندي فيل تل في المجموعه الثالثه في عندي ديسايد ريفيوز المجموعه الرابعه في عندي manage اوفر بروميس والمجموعه الرابعه او الخامسه في عندي وونت وود لاف وود لايك وود هيت واخر شيء المجموعه السادسه في عندي الفعل سيم والفعل يوز لاحظوا معي كل هاي الافعال اللي ذكرناها كلها لما انا اشوفها في السؤال على طول بعرف انه هاي لازم تاخذ تو Infinitive. ما في مجال الا الحفظ نحفظها غيبا وهلا كمان شوي راح نشوف كيف بيجينا نمط السؤال وكيف منع... كيف نجاوب عليه هذا بالنسبه للمجموعه الاولى المجموعه او قبل ما نروح للمجموعه الثانيه صح خلينا نشوف هيك بعض الامثله في عنا الان آه هذا المثال some of us fail هلا الفعل fail اذا بتلاحظوا هذا من الافعال الموجوده ضمن الافعال اللي بتاخذ to infinitive طيب شو الفعل اللي وراها إذا هو تو infinitive Some of us fail to arrive on time. واضح جدا إنه الفعل فيل أخذ تو infinitive أه مثال آخر في إن experts advised us to break. برضه الفعل advise هو من الأفعال اللي ذكرناها وهي موجود في هذه المجموعة اللي دائما بيجي بعدها تو infinitive فهي صارت الجملة experts advised us to break this habit. طيب سؤال الآن لو كانت الجملة منفية يعني لو كان انا بدي احكي عن جمله منفيه او انه في السؤال اعطاني نط مع الفعل شو اسوي هاي عندنا دائما النط النط دائما بتيجي قبل التو انفينيتيف خلينا نركز مع بعض على هاي الجمله شوفوا they told us not to spend لانه هون ما بصير اقول to not spend النط دائما بتيجي قبل التو انفينيتيف تمام فاذا هاي المجموعه الاولى اللي دائما بيجي وراها التو انفينيتيف طبعا الافعال هذه الافعال في اللغه الانجليزيه كثيره جدا ولكن احنا فقط سنتناول الافعال اللي موجوده عندنا بالكتاب فقط وهي المطلوبه منا. بالنسبه للمجموعه المجموعه الثانيه هي مجموعه الافعال اللي بيجي وراهم اي ان جي فورم وهون انا قسمت لكم اياهم لانه الموضوع هذا مطروح في الكتاب في وحدتين موجود في الوحدة الثانية وموجود في الوحدة 11 أنا حاولت أنه أحطهم مع بعض حتى نعم بكون يعني وضعنا هذا الموضوع مرة واحدة بدل ما نكرره مرتين في وحدتين فعندنا الأفعال الآن الموجودة أمامنا هاي كلها دائما بيتبعها اي ان جي فورم وبرضه موجود عندنا جيف اب في لايك في المثلث الاول في المثلث الثاني في عندي افويد ومايند في عندي في المثلث الثالث كيب وفينيش في المثلث الرابع في عندي enjoy love like and hate هذولا كلهم واردين في الوحدة في الوحدة الثانية عشان هيك حطيتهم في مثلثات وميزتهم بلون خاص كمان مرة هاي المجموعات أو هذه الأفعال الموجودة في الأربع مثلثات دائما شو بيتبعها بيتبعها ING form طيب في عندي كمان هون مثلث في حروف الجر حرف الجر دائما بيتبعه فعل او ING form فورم لانه حرف الجر هو بيتبعه زي ما احنا بنقول باللغه العربيه بيتبعه اسم مجرور وعشان احول انا الفعل لا مصدر او لا اسم في اللغه الانجليزيه بنضيف له اي ان جي وهذا مطروح طبعا الموضوع موضوع في الوحده الاولى موضوع ما ما كمان معروض في الوحده 11 اما بالنسبه للمجموعه في المثلثات الاخيره هاي فهي معروضه في الوحده 11 اللي هي object to برضه بيجي وراها اي ان جي فورم committed to بيجي وراها اي ان جي فورم look forward accustomed to get used to و از ام ار واز وير يوز كمان هدول بيجوا وراهم اي ان جي فورم بدي منكم هون بس لو سمحتوا تركزوا معي لانه احنا ذكرنا في المجموعه الاولى عندي الفعل خلينا نرجع له شوي الفعل يوزد هلا يعني بدنا ننتبه هون اذا الفعل كان يوزد لحاله ما في قبله اي اي فعل من افعال البي يعني لا از ولا ام ولا ار ولا واز ولا وير ولا كان في قبله يعني اي تصريف من تصريفات الفعل جيت هنا بنحط وراه مباشره تو انفينيتيف اما اذا اجى قبله اه نركز معنا اذا اجى قبله جيت او جوت او از جيتنج يعني تصريفات الفعل جت او اي فعل من افعال البي از ام ار واز وير يوز تو دائما بياخذ اي نركز على هاي النقطه لانه مهمه جدا ايضا في عندنا بعض الكلمات اللي دائما برضه بيجي وراها فيرب ing اللي هي از ويل از وديسبايت هذول بس نشوفهم على طول برضه بنحط وراهم دائما فعل مع اي ان جي هيك بنكون احنا غطينا المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه المجموعه الاولى كانت وراها دائما بيجي الفعل to infinitive والمجموعه الثانيه هاي اللي في المثلثات بيجي وراها فعل ING ناخذ مثال على سبيل المثال لو طلعنا على هذا المثال يا ريت آه نركز شوي عليه not many students enjoy هلا الفعل enjoy اتفقنا على انه من الافعال اللي بياخذ ING فاذا على السريع هي enjoy revising for exams كمان عندنا we look forward to we look forward to هذا فعل فعل بيجي وراه ايضا اي ان جي هاي عندي انا لوك فورورد تو وهي الفعل اي ان كمان في عندي الفعل ها ملاحظ هون في عندي حرف جر هذا حرف الجر اتفقنا على ان حروف الجر دائما بيجي وراها اي ان جي فورم وهي عندنا فورم تمام هاي المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه طيب في مجموعه ثالثه ذكرت عندكم في الكتاب موجوده هي افعال بتاخذ تو infinitive وبتاخذ كمان فيرب او اي ان فورم هاي الافعال يعني اذا حطيت انا تو infinitive صح واذا حطيت او استخدمت الاي ان جي فورم صح خلينا نشوف مع بعض شو هي هاي الافعال خلينا بس شوي اوكي هذه الافعال هي الفعل ستارت الواردة عندنا في الكتاب ستارت وبيجن وكونتينيو هاي ثلاث افعال يجوز او صح اني استخدم تو infinitive وصح اني استخدم الاي اي جي فورم هي عندنا مثال خلينا نشوفه مع بعض خلينا انا اكبر المثال عشان يكون واضح على الشاشه ان شاء الله عندي I was getting late and I started هلا الفعل started خلينا يعني نكتب الفعل الفعل started هذا اتفقنا على انه من الافعال اللي ممكن يجي وراه تو infinitive او ممكن يجي وراه اي اي جي فورم فبنلاحظ لو انا قلت started to feel صح وإذا قلت started feeling صح إذا هذه الجملة it was getting late and I started to feel صح أو I, I started to أو, أو I started feeling worried كمان صح تمام هذه المجموعة الثالثة الآن في عنا المجموعة المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة أنا قسمتهم لمجموعات عشان أسهل عليكم حفظهم فقلنا المجموعة الأولى بس بيجي وراها تو انفينيتيف، المجموعة الثانية بس بيجي وراها اي ان جي فورم، المجموعة الثالثة قلنا بيجي وراها تو انفينيتيف صح أو اي ان جي فورم، الآن المجموعة الرابعة كمان هي مجموعة بيجي وراها يعني بيجي وراها اي ان جي فورم أو تو انفينيتيف ولكن في هناك فرق بالمعنى، يعني في ستارت في ستارت و وكونتينيو ما في فرق بالمعنى اذا اذا يعني ما بتغير المعنى فاستخدمت الاي فورم او التو انفينيتيف فورم اما بالنسبه لهي المجموعه وبصراحه احنا فقط عندنا فعلين يعني وهذا لحسن حظكم لانه افعال كثيره موجوده في اللغه الانجليزيه احنا فقط اخذنا فعلين هذول الفعلين هم الفعل ريمبر كمان مره الفعل ريمبر اما بيجي وراه تو انفينيتيف او بيجي وراه ING form ولكن في هناك فرق في المعنى ما بين استخدامي للتو انفينيتيف او استخدامي للاي ان جي فورم خلينا نشوف نشوف مع بعضنا متى بستخدم التو انفينيتيف ومتى بستخدم الاي ان جي فورم اذا الفعل ريمبر شو معناه ريمبر كنا بنعرف ريمبر يعني يتذكر تمام الان في عندنا تذكر التذكر وحدث يعني في تذكر وفي حدث إذا إذا التذك... إذا الحدث وقع أولا ثم التذكر يعني بمعنى أن الحدث صار زمان في وقت في الماضي وأنا بتذكر هذا الحدث الآن في هذه الحالة أنا بستخدم الـ ING فورم يعني بعد ريمبر بحط إيش الـ ING فورم تمام خلينا ناخذ مثال على ذلك I remember feeling I remember تمام هاي الفعل remember شو اجى بعدها feeling ing form stressed when I was doing school exams خلينا نشوف هلا when I was doing school exams بدل على انه هذا الحدث صار زمان ولكن انا بتذكر هذا الحدث فمين اللي صار اول التذكر ام الحدث صحيح اللي حدث في الاول اللي وقع بالاول هو الحدث وانا الان بتذكر فصار الحدث ثم تذكر فاستخدمنا استخدمنا الاي ان جي فورم اذا خلينا كمان مره اعيدها عشان تكون واضحه للجميع الفعل remember هو من الافعال الضروريه والهامه جدا اذا فهمت من الجمله اللي فيها الفعل remember انه الحدث صار في الماضي او وقع في وقت ماضي والان انا بتذكر على طول بحط الفعل بصيغه بحط الفعل الاي جي فورم من الفعل. اما اذا كان الفعل خلينا نشوف اذا اذا الفعل ريمبر او الحدث بتذكر يعني انا بتذكر انه من اجل اني اعمل شيء، بتذكر اول لعمل شيء معين. هنا مين اللي صار اول؟ اللي صار التذكر وبعدين الحدث انا بدي اسوي. في هذه الحالة بستخدم ايش؟ بستخدم في هذه الحالة التو infinitive. إذا عندما عند تذكر شيء يجب فعله بتذكر إني بدي أعمل شيء في هذه الحالة بنستخدم اللي هي التو infinitive بعد الفعل ريمبر، تمام؟ خلينا نشوف هالمثال مع بعض. Remember to eat regularly and healthily. Remember هي عندي الفعل remember واحد أقول تذكر إذا التذكر أول ثم الفعل أو الحدث to eat regularly and healthily تمام هاي هذا بالنسبة للفعل remember إذا صار واضح عنا بكل بساطة جدا إذا حدث إذا وقع الحدث ثم التذكر بستخدم الـ ING فورم أما إذا حدث التذكر ثم الفعل بستخدم الـ to infinitive بكل بساطة وهلا رح نشوف إحنا مع بعض الأمثلة هذا الفعل الأول الفعل الثاني هو أيضا فعل سهل جدا وهو الفعل stop الفعل stop يتوقف كلنا بنعرف أنه stop معناها يتوقف لكن متى أستخدم ING فورم بعدها ومتى أستخدم to infinitive برضه نفس الشيء حسب معنى الجملة، فخلينا نشوف مع بعض. إذا كان ستوب تعني توقف نهائياً عن العمل اللي أنا بقوم فيه، خلص توقفت نهائياً وما بدي أرجع له، بحط أنا هون آي إن جي خلينا نشوف مثال: he was getting tired. So he stopped working، يعني هو يعني توقف عن العمل نهائياً. هي عندي هنا الفعل ستوب تمام؟ فهمت إنه هون التوقف عن العمل نهائي وبالتالي استخدمت ان ing form تمام he was getting tired so he stopped working نهائيًا توقف نهائي أما إذا كان أما إذا كان آه stop تعني توقف مؤقت انتبهوا توقف مؤقت من اجل القيام بعمل اخر هنا بنستخدم تو انفينيتيف لما كان التوقف نهائي عن العمل اللي انا بقوم فيه حطيت اي ان اما انا عم بقوم بعمل معين ممكن اكون انا ماشي في الشارع توقفت عن المشي من اجل اني اقوم بعمل اخر وبعدين رجعت كملت سيري في هذه الحاله بنستخدم التو انفينيتيف احنا بنسميه توقف مؤقت من اجل القيام بعمل اخر خلينا ناخذ مثال على عشان نشوفه كلنا مع بعض we were lost واحد بقول لاصحابه we were lost so we stopped توقفنا يعني هم كانوا ماشيين او راكبين السياره وماشيين بقول وبقول ضعنا we وي we, وي we, uh, we were lost so we stopped توقفنا عن المشي او عن السير او عن السياقه اذا كانوا بالسياره ليش to ask the way عشان يسالوا عن الطريق، فإذا هون ما كان هو توقفهم نهائي عن المشي، لكن كان توقفهم مؤقت، to ask the عشان يسالوا عن الطريق، تمام؟ ارجع اذكر فيهم كمان مرة في المجموعة الرابعة اللي هي الأفعال الريمبر وستوب. كمان مرة لأنه هذا الأمر مهم جدا وكثير من الطلاب بيقعوا في في أخطاء في هذا الأمر. remember إذا كان تذكر شيء حدث في الماضي بستخدم ال ING form. اما اذا بتذكر اني بدي اعمل شيء في المستقبل يعني او فيما بعد فهون بستخدم التو انفينيتيف اما ستوب اذا كان توقفي نهائيا عن الحدث اللي انا بقوم فيه بحط اي ان فورم اما اذا توقفت مؤقت عشان اعمل شيء عمل اخر وبعدين ارجع هون بستخدم التو انفينيتيف طيب خلينا مع بعض نشوف بعض الجمل اللي نحلها ونفرجيكم كمان كيف ممكن يجي نمط السؤال حتى في الثانوية العامة الصراحة انه هذا بيجي بنمطين في الثانوية العامة بيجي السؤال بنمطين النمط الاول زي ما احنا شايفين في هذه الامثلة مجموعة من الامثلة وان شاء الله بنزودكم فيها لانها هذه الاوراق العمل كلها راح ننزل لكم اياها على البوابة التعليمية في الوزارة تقدروا تطبعوها وتحلوها لحالكم بكون معطين الجملة وبكون حاط للفعل بين قوسين بكون حاط للفعل بين قوسين وانا بدي احط هذا الفعل اما بالـ ING فورم او بالـ 2 Infinitive، هي نص السؤال بكل بساطة. Complete the sentences with the infinitive. ولما بقول هون the infinitive المقصود فيها اللي هي to Infinitive or ING form of the verbs in brackets. خلينا نشوف على سبيل المثال رقم واحد، لأنه مش راح نجاوب على كل الأسئلة ولكن ناخذ عينة حتى نتأكد من الإجابة. عندي she won't like it. if you refuse طيب مين بقول لي refuse وين كانت من ضمن اي مجموعة هل كانت من الافعال اللي تأخذ او مجموعة الافعال اللي تأخذ to infinitive ولا ing ولا تأخذ to ing ولا المجموعة الرابعة طبعا واضح انه كانت هاي ضمن المجموعة الاولى وبالتالي على السريع بكل بساطة هاي بعرف انها ريفيوز تاخذ تو تو وباجي على الفعل اللي بين قوسين لانه هو بكون الانفينتيف بحطه زي ما هو فبصير الجمله عندي she won't like it if you refuse to do what she asks تمام؟ حلو طيب نروح للمثال رقم آه ثلاث على سبيل المثال نقرأ مع بعض وخلينا نشوف I didn't feel like ومعطيني الفراغ بعدين anything so I went out to a cafe ومعطيني الفعل اللي بين قوسين كوك تمام خلينا برضو بدي ارجع اطلع على مين بدي اطلع على الفعل اللي قابل الفراغ شو الفعل قبل الفراغ هو في لايك مين بذكرني في لايك وين كانت موجوده ممكن ممكن انت عشان تحفظ كمان اه تميز في مجموعه كانت موجوده في اه يعني صندوق وفي مجموعه كانت في مثلثات مين بيقول لي وين كانت هاي موجوده ها موجودة هاي كانت في المجموعة الثانية اللي هي الموجودة في المثلثات وبالتالي شو بتاخذ الـ ING فورم طيب إذا شو الـ ING فورم من كوك هي كوك تمام وهي الـ ING فورم كوكينج حلو إذا I didn't feel like cooking anything uh, so I went out to a cafe حلو طبعا هون في عنا بقية من الأمثلة لكن أنا بدي أركز على عندي على مثال رقم سبعة خلينا نشوفه مع بعض وبدنا نشوف كمان المثال رقم عشرة خلينا نشوف مع بعض أه عشان نكبره وتشوفونا اياه مع بعض سبعة اوكي خلينا نشوف كلنا مع بعض المثال رقم سبعة نقرأه I remember to the beach when I was a child وبعدين حاطلي بين قوسين go هلا هل بفهم من هذه الجملة إنه الحدث صار زمان وأنا بتذكر ولا أنا بتذكر إني بدي أعمل إشي؟ واضحة الجملة في عندي أنا هون شيء بقول لي إنه I remember وهي الفعل go to the beach when I was a child يعني لما كنت صغير يعني الحدث ماله يعني الحدث صار في الماضي وأنا ما زلت بتذكر في هذا الحدث طب إحنا شو اتفقنا؟ اتفقنا على إنه إذا كان الحدث صار في الماضي وأنا بتذكر إذا معناها شو بده يكون؟ اي إن جي. إذا يلا هاي عندنا مع بعض هاي جو وهاي الأي إن جي جوينج تمام؟ بصير الجملة I remember going to the beach when I was a child. تمام؟ طيب نشوف نشوف على ستوب المثال رقم 10 خلينا نشوف مع بعضنا كمان المثال رقم 10 she was shopping. يعني كانت عم بتقوم بعمل she was shopping and she stopped توقفت توقفت كومبليتلي عن التسوق ولا توقفت عشان تعمل شيء آخر خلينا نشوف أكملت اليوم إيه a cup of coffee وعندي جيت شو بفهم من هاي الجملة بفهم إنه توقف نهائي ولا توقف من أجل القيام بعمل آخر طبعا أكيد هو توقف من أجل القيام بعمل آخر وبالتالي بنستخدم to infinitive إذا شي was shopping and she stopped why why she stopped to get يعني ممكن كمان اسهل عليكم بعض الطرق اللي ممكن انا تساعدني علشان اعرف الاجابه لما اشوف ستوب بسال انه واي اذا في جواب لواي معناها بتكون تو انفينيتيف ما فيش جواب لواي بيكون عندي اي ان جي هذا ممكن استراتيجيه حد يستخدمها وتفيده في انه يميز ما بين استخدامنا لتو انفينيتيف او اي ان جي تمام إيه هذا نمط، إذا النمط أنه بيعطيني الفعل بين قوسين وبقول لي ضع الصيغة الصحيحة له إما آي إن فورم أو تو انفينيتيف. النمط الآخر أنه هو بيعطيني circle the correct form of the verb، infinitive or ING form، هو معطيني إجابتين حاط لي بين قوسين في نهاية الجملة وأنا بدي أختار تو انفينيتيف أو ING فورم، يعني شغلة سهلة جداً. خلينا ناخذ لنا كمان كم مثال، على سبيل المثال ناخذ رقم واحد برضه المثال رقم واحد I didn't manage وبعدين the I didn't manage the early bus so I was late وحط لي بين قوسين to catch يعني to infinitive وcatching the ing form وين بدي اروح عشان اجاوب صح وين بدي اروح بدي اطلع على الفعل اللي قبل الفراغ الفعل اللي قبل الفراغ هو الفعل manage مين بقول لي أو بذكرني وين مانج كانت؟ هل هي كانت ضمن المجموعة الأولى؟ اللي بتاخذ تو انفينيتيف ولا ضمن المجموعة الثانية ولا ضمن المجموعة الثالثة ولا الرابعة؟ طبعاً أكيد كانت ضمن المجموعة الأولى وبالتالي هون بختار بكل بساطة تو كاتش. حلو. طيب نشوف يا سيدي العزيز كمان جملة رقم أربعة. He doesn't like it when people keep. برضه بدي أطلع على الفعل keep. الفعل keep وين كان موجود؟ نعم في المجموعات اللي المجموعة اللي بتاخذ اي ان جي فورم وبالتالي بختار هنا انتربتنج هاي حطينا الاجابة الصحيحة نروح على رقم سبعة خلينا نطلع كلنا مع بعضنا على رقم سبعة بدي انا اكب أه رقم سبعة اوكي معلش اوكي ريمبر your grandmother tomorrow it's her birthday حط لي بين قوسين to phone or phoning خلينا نشوف مع بعض بقول تذكر طيب بدي انا بتذكر اشي صار بالماضي ولا بدي اعمل اشي اه بدي اعمل اشي اذا تذكر remember بختار اللي هي to phone لانه هون بتدلني على تمام اوكي معلش هاي عندي توفون تمام طيب ناخذ كمان مثال اخير نطلع على المثال رقم 10 المثال رقم 10 you should stop you should stop وفراغ to hear she is a great لاير وحاط لي بين قوسين to talk او talking من معنى الجمله هل هون انا في عمل ماشي فيه أو عم بقوم فيه بدي أتوقف من أجل القيام بعمل آخر ولا بدي أتوقف نهائيا من معنى الجملة واضح أنه لازم لما لي She's a great liar إذا معناها هون بطلب مني أن أتوقف نهائيا عن العمل وبالتالي بختار اللي هو الفعل أو ان ال ING form من الفعل بهيك بنكون أنهينا الجزء الأول أو التراكيب اللغوية الخاصة بالوحدة الثانية حبايبي الوحدة الثانية واحدة سهله جدا بسيطه جدا فيش فيها غير هذا الموضوع اللي هو الاي ان جي فورم والتو انفينيتيف وكمان مره بذكر عشان تظلكم عارفين في عندي المجموعه الاولى كلها بتاخذ تو انفينيتيف، المجموعه الثانيه كلها بتاخذ اي ان جي فورم، المجموعه الثالثه بتاخذ تو واي ان جي فورم بدون فرق بالمعنى، المجموعه الرابعه واللي هي remember وStop و وستوب بتاخذ تو انفينيتيف والاي ان جي فورم بس في فرق بالمعنى ضروري جدا اتوقف لما اشوف الجمله قبل الفراغ في عندي remember أو stop لازم أتوقف أفهم الجملة مظبوط وبعدين أختار to infinitive أو آه ing form. تمام آه ننتقل الآن على ال ال الوحدة الثالثة بدنا نروح على التراكيب اللغوية في الوحدة الثالثة طيب خلينا نشوف مع بعض نروح طبعا المفردات إحنا ما بدنا نتناولها لأنها المفردات سهلة جدا ما عليك إلا بس تحطها في مجموعات في دفتر الملاحظات تبعتك وتحفظها خلينا نشوف مع بعض التراكيب اللغوية الخاصة بالوحدة الثالثة التراكيب اللغوية الخاصة بالوحدة الثالثة بتحكي عن الـ past اللي هي صيغ الأفعال الماضية الثلاث بتحكي عن past simple past continuous و past perfect تمام؟ خلينا نبدا الان بالفعل الاول وهو الباست سمبل او الفعل الماضي البسيط زي ما تعرفنا في الوحده الاولى أن كل فعل او كل صيغه فعل لازم انا اتعرف على الشكل واتعرف على الاستخدامات واتعرف على الكلمات الداله او الكي الممكن اللي ممكن تساعدني في اني اختار الفعل او صيغه الفعل الصحيحه في الامتحان فخلينا نبدا اولا بالفعل المضارع الماضي البسيط عفوا past simple قبل ما نبدا بشكله ونتعرف ونشوف الجدول هذا اللي احنا تعودنا على انه نحط هاي الاشياء بجدول في عندي شكلين للفعل الماضي البسيط في عندي ريجولر يعني بنسميه منتظم يعني يسير وفق قاعده معينه شو هي هاي القاعده قاعده هي infinitive زائد اي دي او دي اذا كانت الاي موجوده في الفعل الاصليه بس بضيف له دي هذا بنسميه ريجولر يعني القاعده الاساسيه لتحويل اي فعل من المضارع عفوا لتحويل اي فعل الى الماضي هو انه الانفينيتيف وزيد عليه دي او اي دي هذا ريجولر ولكن في عنا بعض الافعال ما بتمشي مع هاي القاعده هذا النمط او هذا النوع من الافعال, الأفعال بنسميه الريجولر فعندي انا هون ريجولر في عندي ريجولر اتفقنا عليه والآن الان الريجولر هنا لا يصير وفق القاعده اللي حكينا عنها قبل شوي انه الانفينتيف زائد اي دي او دي هون بيختلف كل فعل في له صيغه ماضي مختلفه يعني الفعل كات الماضي منه كت ظل زي ما هي الفعل سليب صارت سلبت الفعل جو صارت وينت اذا كل فعل له صيغه مختلفه هذه شغله مهمه جدا نتعرف عليها الان نشوف الشكل كيف بكون شكله بغض النظر شو كان الفاعل كان مفرد ولا كان جمع ولا كان معدود أو غير معدود وكان الفعل أو الجملة كانت مثبتة نرجع الآن يا ريجولر يا الريجولر حسب الفعل اللي أنا بدي أستخدمه إذا كان من الأفعال الريجولر بضيف له دي أو دي وإذا كان من irregular بدي أحط الصيغة الصحيحة له إذا كان منفي نركز على إذا كان منفي خلينا نشوف مع بعض شوفوا إذا كان منفي أنا بحط didn't لأنه did, did. بتديل على الماضي ونط على النفي وبحط الانفينيتيف فورم آه للفعل تمام طيب لو كان في سؤال شو بنسوي برضو بنبدا بنحط دائما فعل مساعد ديد بعدين بنروح على الفاعل اللي انا بدي اسال عنه وبعد الفاعل بنحط اللي هو الانفينيتيف فورم للفعل تمام هذا بالنسبه لشكل الفعل الماضي البسيط برجع بعيد بس بسرعه بس عشان تظلكم متذكرين الشكل بشكل عام شكله اما ريجولار او Irregular في اذا كان مثبت بختار يا ريجولار يا Irregular حسب الفعل اللي اياه بين قوسين اذا في الامتحان مثلا اذا كانت منفيه بستخدم ديدنت او Did not زائد الانفنتيف فورم واذا كان سؤال Did زائد سبجكت زائد الانفنتيف تمام طيب متى 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 يستخدم هذا الفعل؟ بصراحه هو استخدامه واحد يعني للحديث عن أحداث وقعت في زمن محدد في الماضي to talk about actions or things that started and completed in the past بدت ها ركزوا معي بدت وانتهت في الماضي عشان نميز ما بين the past simple وما بين البريزنت present perfect بيرفكت present perfect بس هيك لمحة سريعة قلنا بدأ في الماضي وانتهى قبل قليل من الحديث اما بالنسبه لل past فهو بدا وانتهى في الماضي. كيف ممكن اعرف شو ممكن يساعدني على انه اعرف انه هذا past simple؟ برضو في عندنا keywords بتدل على ال past هاي عندي yesterday yesterday بارح يعني كلمه بتدل على ال past simple. last week last month last year طيب 3 years ago, 2 years ago, 3 weeks ago. Uh, 2010-1940 سنوات في الماضي كل شيء ما قبل الوقت اللي أنا بحكي فيه هذا يعتبر ماضي كمان نركز معي على this morning this morning أيضا هي من الكيورد اللي ممكن أو تستخدم للتعبير عن الماضي وعندنا كمان ممكن نضيف عنا in the past وفي عندي once upon a time اذا كنت انا بحكي في قصه كل هاي كيورد ممكن تكون موجوده في الجمله تساعدني على آه انه اختار انا الفعل الماضي البسيط هذا بالنسبه للفعل الاول اللي هو الفعل الماضي البسيط باست سمبل خلينا نشوف بعض الامثله مع بعض ان شاء الله ونشوف شو كيف الكيورد ساعدتني على الحل I بدي افترض انه هاي هلا هون مش موجوده وهون حاط لي بين قوسين زي الامتحان يعني جو تمام هاي I وبدي اغطي على ها, على وينت يعني بدي اعتبرها مش موجوده عندي كانه فراغ تو ذا سينما يستردي وين الكي وورد في هذا الجمله يستردي تمام يستردي بتدلني على انه الحدث صار في الماضي طب شو التصريف شو التصريف الثاني او شو الماضي البسيط من جو اوكي هي وينت فاذا هاي انا بحط وين نشوف المثال الثاني و فيزيتد جابان ان 2007 برضه 2007 هي كي بتدل على الماضي البسيط آه كمان لو كانت منفيه عندنا المثال الثالث شي didnt meet her friends last week last week بتدل برضه على الماضي البسيط والجمله منفيه هي didnt meet ولو كان عندي سؤال في عندي How did she come to work this morning? This morning برضو من الكلمات الدالة على ال past simple وهذا بصيغة سؤال فهي حطينا إحنا how هي عندي did اللي هو الفعل المساعد اللي قلنا بعبر عن الماضي بعدين ال subject وبعدين The infinitive form تمام؟ هيك بنكون آه أنهينا اللي هو الجزء المتعلق بـ آه الـ past, ال past simple أوكي؟ طيب تمام ننتقل الآن لل الفعل الثاني طبعا بجوز البعض يقول يعني يمكن ماشي سريع لانه احنا هون بنعمل مراجعه يعني احنا بدنا اياكم تكونوا معنا حتى نعمل مراجعه سريعه لانه هذه المواضيع تم شرحها بالتفصيل لكم في المدرسه لكن احنا معاكم من خلال الشاشه والتلفزيون نراجعهم مع بعض بشكل سريع طيب مره اخرى بدنا نروح على الباست كونتينيوس باست كونتينيوس ماضي مستمر بدنا نتعرف على شكله بدنا نتعرف على استخداماته بدنا نتعرف كمان على الكي ورد اللي عليه خلينا نشوف مع بعض نبدا بالشكل نركز كويس في الشكل لو سمحتوا لان هون احنا حكينا في الباست سمبل بغض النظر شو كان الفاعل بنستخدم نفس نفس الشكل لكن هون اذا كان الفاعل مفرد ضمير او اسم على سبيل المثال في عندي الضمير هي شي ات او اي ونركز ركزوا معايا المره الوحيده اللي اي اجت هون مع مين مع المفرد احنا دائما كنا نحطها اذا لاحظتوا في الوحده الاولى كنا نحطها دائما مع الجمع لكن هون اجت مع المفرد او كان اسم مفرد او كان اسم غير معدود ركزوا كيف شو بصير الشكل was زائد الفيرب او الاي ان جي فورم يعني عمليا كانه هو الماضي او الماضي من البريزنت كونتينيوس، البريزنت كونتينيوس كان مع هدول نستخدم از او مع اي كنا نستخدم ام زائد الاي ان جي لكن هون نستخدم واز زائد الاي ان جي فورم هاد اذا كانت الجمله او اذا كان فعل مثبت اذا كان منفي بصير وزنت زائد الاي ان جي فورم واذا كان سؤال هو بنحط كمان مره الفعل المساعد واز بعدين الفاعل هي عندي واز بعدين الفاعل بعدين الاي ان جي فورم طيب لو كان الفاعل جمع يعني طمير we they you أو كان اسم جماعه هون بنستخدم اللي هو الفعل المساعد وير زائد الفيرب الاي ان جي فورم وهنا بنستخدم ورنت في حاله النفي زائد الفيرب اي ان جي فورم تمام وفي حاله السؤال وير زائد سبجكت زائد الفيرب او الاي ان جي فورم اوف ذا فيرب تمام حلو طيب خلينا نشوف شو الاستخدامات تبعته اه بنركز شوي ركزوا معي شوي في استخدامات في عندنا هون استخدامين الاستخدام الاول انا بستخدم الباس كونتينيوس لما يكون في عندي لما يكون في عندي حدثين نركز في عندي حدثين في حدث طويل وفي حدث قصير مقصود بالحدث الطويل يعني في ديروا بالكم الحدثين صاروا في الماضي الحدثين صاروا في الزمن الماضي لكن واحد منهم اخذ فتره وهو عم بيحدث وبسميه انا حدث طويل وقطعه اجى في عندي حدث قصير يعني اثناء حدوث هذا الحدث الطويل صار هناك حدث قصير نفهمها أكثر خلينا نطلع على هاي الصورة أنا عندي هذا خط, خط الزمن عندي هذا تعبر عن الحاضر وقت الحاضر وهذا كل هذا يعني كل هذا يعتبر إيش ماضي She was watching TV إذا كانت هي خلال الفترة الماضية ممكن يكون امبارح اول امبارح شي واز واتشينج تي تمام هي لاحظوا انه هذا حدث طويل واستمر فتره معينه في الماضي طب ما الذي حدث اثناء هذا الحدث ذا دور بيل رانج او ممكن اقول Someone ذا دور ذا دور بيل في حدا شو سوى رن الجرس فعندي هون حدث طويل ان هي كانت عم بتشاهد في التلفزيون وفي واحد رن الجرس حدث طويل وقطعوا او حدث اثناء حدث قصير، لما بدي احطهم مع بعض شوف شو بصير الجمله عندي. She was watching TV when the doorbell rang. تمام؟ ربطت الحدثين مع بعض انا باستخدام اداه الربط when اللي هي هون معناها عندما. واذا لاحظنا برضه هذا ممكن يساعدنا لما بستخدم انا اداه الربط when دائما الفعل اللي بعد when هو بكون باست سمبل والجهه الثانيه هي بصراحه هو مختلف لكن في هذه الحاله احنا بنستخدم الباست Continuous لانه ممكن مرات الجهه الثانيه يكون باست سمبل وممكن يكون باست باست بيرف باست بيرفكت لكن في هذا المثال بكون عندي انا آآ آآ باست Continuous وين بعديها باست سمبل والجهه الثانيه بتكون باست Continuous طيب هل هل ممكن فقط وين هي اداه الربط اللي ممكن انا اربط فيها بين حدثين يعني حدث طويل وقطع حدث قصير لا في عندي كمان أداة وهي الأداة وأداة while اللي هي بمعنى بينما وهي مهمة جدا خلينا نشوف هذا المثال ونركز عليه نشوف مع بعض في عندي while they were waiting for the bus the accident happened هاي عندي أنا هذا طويل هذا حدث طويل حطنا باس كونتينيوس والحدث القصير هذا حطنا باست سمبل كيف ربطت الحدثين مع بعض ربطتهم بأداة الربط وايل فبصارت بينما كانوا ينتظرون الباص وقع أو حدث الحادث يعني تمام نأخذ مثال آخر ممكن وايل تيجي في نص الجملة مش بالضرورة دائما تكون بأول الجملة بس نفس الفكرة إذا لاحظتوا وايل دائما بيجي بعدها باست continuous تمام؟ لأنه هذا بتعبر عن الحدث الطويل طيب هذا الاستخدام الأول إذا حد... الاستخدام الأول في عندي حدثين واحد طويل بمعنى أنه استمر في الماضي فترة معينة والآخر قصير حدث اثناءه أي بنقول إحنا قطعه تمام؟ وبنربط الحدثين مع بعض إما باستخدام وين أو استخدام واي تمام؟ الآن نشوف الاستخدام الثاني وهذا استخدام سهل وبسيط جداً لما بتحدث عن ساعة معينة فترة محددة في الماضي فترة محددة كان فيها حدث عم عم بيحصل، فترة محددة وقت محدد في الماضي كان في أثناء في حدث عم بصير خلينا نطلع على هال الرسم التوضيحي في عندي هاي برضو هذا كله آه هذا كله ماضي تمام last night الليلة الماضي past at 10 o'clock على الساعة 10 بالضبط شو كانت هاي البنت بتسوي؟ She was watching TV إذاً uh, last night هذا بدل على الماضي ساعة محددة at 12 o'clock I was watching a film about Palestine إذاً في عندي زمن ماضي بس في ساعة محددة أو last year at this time we were living in Jordan فعندي هون حدثين عفوا في عندي هون حدث واحد لكن هذا الحدث كان مستمر في نقطة معينة أو في زمن معين في الماضي طيب خلينا نروح الآن للنوع الثالث أو الأخير من الأفعال وهو past perfect سريعا برضو رح نتعرف على شكله ونح نتعرف على استخداماته والكلمات الدالة عليه past perfect زي ما احنا شايفين اللي هو الماضي التام كمان مرة بغض النظر شو كان الفاعل مفرد أو جمع شكله بكل بساطة هو هاد زائد التصريف الثالث وإذا كانت منفية هادن زائد التصريف الثالث وإذا كان سؤال هاد زائد subject زائد الباست participle أو اللي هو التصريف الثالث يعني هو عمليا الماضي من present perfect اللي كان هناك هاز وهاف هون أصبح عنا هاد تمام طيب متى نستخدم هذا الفعل عنا استخدامات اثنين سريعا خلينا نشوفهم الاستخدام الأول بنستخدمه للتعبير عن وقوع حدث قبل حدث آخر يعني كمان مرة في عندي أنا حدثين في الماضي حدثين وقعوا في الماضي ولكن في واحد حدث أو وقع قبل الآخر هذا كيف بدي أعرفه أنا بعرفه من خلال فهمي للجملة لكن خلينا نركز مع بعضنا هلا إذا فهمت أنا الحدث الأول عرفت الحدث الأول الحدث الأول دائما بيكون past perfect والحدث الثاني بيكون past simple نطلع على هذا الرسم التوضيحي 2001 I bought a car. 2001 انا شريت السيارة. 2007 I moved to Italy في 2007 سافرت أو رحلت على إيطاليا. هلا مين صار قبل الثاني؟ واضح من خلال التاريخ إنه اللي صار... إنه I bought a car لأنه صار في 2001 صار قبل اللي صار في 2007 تمام؟ طيب لو أجيت أطبق القاعدة هذا لازم أستخدمه الأول هذا الفعل لازم أستخدمه في الباست بيرفكت الحدث لانه هو صار في الاول وهذا باست سمبل فبصير الجمله عندي I had bought a car before I moved to Italy هاي هاي استخدمت الاول باست بيرفكت والثاني باست سمبل طب في ايش ربطتهم مع بعض ربطتهم الان عشان اعرف الترتيب الزمني ما هو لازم يكون في عندي كلمه اربط فيها الترتيب الزمني فربطتهم مع اللي هي باستخدام فور طب هل في كمان في في غير فور طبعا في غير فور ممكن استخدم انا افتر تمام خليني اوضح لكم اياهم هايهم هون ممكن استخدم افتر لربط حدثين عشان اعرف مين صار اول مين صار ثاني او اربطهم باستخدام افتر او ممكن احيانا باستخدام بيكوز لانه كمان بيكوز عشان تبين السبب والنتيجه وعاده دائما السبب بيحدث قبل النتيجه فبكون في عندي عارف مين صار اول ومين صار ثاني، هذا الاستخدام الاول اذا كمان مره اذا كان في عندي حدثين واحد صار قبل الثاني نتذكر انه الحدث الاول دائما باست بيرفكت يعني هذا زائد الباس participle والحدث الثاني دائما بكون باست سمبل، الاستخدام الثاني هو استخدام برضه بسيط جدا لما بدنا نعبر عن حدث وقع قبل زمن معين في الماضي. يعني خلينا نشوف مع بعض هلا عندي انا 2007 صار في الماضي تمام؟ وعندي 2000 طبعا هذه ناو خلينا احط هذه ناو الحدث صار before 2007، يعني قبل 2007، الزمن المحدد 2007 لكن الحدث صار before، طيب كيف بدي اعبر عليها؟ بعبر عنها بطريقتين، اما إما بقول by لما أقول by the year 2000، يعني بحلول عام 2007، شو بيعني هذا؟ بيعني انه قبل، او انه بستخدم كلمة before زائد الزمن، في هذه الحالة برضه لما بكون عندي قبل زمن محدد في الماضي بستخدم past perfect وهي مثال على ذلك زي ما حكينا انه by the year 2000 I had visited London five times او before 2000 I had visited London five times أه خلينا نشوف اخر مثال بس مع بعضنا أه عشان برضه بيحدد لنا هذا المثال في عندي هذا المثال خلينا نشوفه مع بعض when I arrived home last night لاحظوا when I arrived home last night هي هذا زمن في الماضي شو اللي صار؟ I discovered that my wife had prepared a beautiful dinner. فإذا هلا هي هي أعدت العشاء قبل ما أنا أوصل. اه انا وصلت انا لغيتها انها او اكتشفت انها اعدت آه العشاء هيك بنكون احنا راجعنا مع بعض وسريعا آه التراكيب اللغويه الوارده في الوحده الثانيه والمتعلقه بالاي ان جي فورم والتو انفينيتيف للفعل ثم في الوحده الثالثه الباست تنسز باست تيمبل باست كونتينوس باست بيرفكت بتمنى انه تكونوا استفدتوا من هالمراجعه السريعه وتضلكم تابعونا حتى ان شاء الله مع بعض نقدر نسيطر على ماده اللغه الانجليزيه خلال هالفتره اللي احنا جالسين فيها في البيت ونستثمرها احسن استثمار يعطيكم الف عافيه وشكرا كثير لاستماعكم